بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أذكر وأنا أفكر في موضوع الذي سيكون بيننا من أجل التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وليشهد علينا هذا المجلس بالخير إن شاء الله، ولنكون ويكتب لنا أننا من ذاكرين الله كثيرا إن شاء الله. أذكر أب سي محمد الله يرحمه، رحمه الله. هناك بعض الأشخاص الذين توفوا وماتوا منذ سنوات رحمهم الله، وما زلت أذكرهم ونذكر بعض صفاتهم، لأن من يحمل صفات حميدة هم قلة يعدون على رؤوس الأصابع. جئت لهذا الحي والعيون وأنا ما زلت يافعا، وهذه سنوات، مدة 22 سنة، والأشخاص الذين ماتوا ونحسبهم عند الله على خير لا يتجاوز عددهم 4-5، الناس الكبار الذين يقتدى بهم في الأخلاق وفي الفضل وفي الكرم، لأن الناس ما أكثرهم، هذا يولد وهذا يموت، ولكن الذي يحمل صفات المؤمنين، صفات أولياء الله، هم قلة، من بينهم والده، والد سي محمد. الرجل الذي تحكم أنه من أهل الخير وهو الذي يحفظ لسانه، تعاشره سنين طويلة ولا يتلفظ بكلمة سوء أو تسمع منه غيبة أو نميمة أو سب أو شتم، وهذا كان حال أجدادنا، فنظن معهم صغار ويتكلموا بكلام طيب، سبحة في يده ويذكر الله، وإذا تحدثت إليه يقول لك ولدي الله يرضي عليك، افعل كذا، روح ليه، جيب لي هذا، الله يفتح عليك، وغير الدعاء فمهم، غير العسل اللي كيخرج من فمهم. الغيبة عندهم من المحرمات، يجبدوا في الناس من المحرمات ومن المناهي، ما كانش عندهم في القاموس ديالهم انهم يتكلموا في الناس ولا يغتبوا الناس، هكذا كانت صفاتهم، وهذه صفات المؤمنين، أخلاقهم عالية، إذا جلسوا في المجلس ما تسمع لهمش الكلام، في المجالس مثل هذه المجالس لا تسمع لهم كلام، يعني يجلسوا باحترام، ولما تجلس مع الناس الكبار كانوا يعني يجمعوا رجليهم لين يجلسوا ويذكروا الله عز وجل، وما تسمع لهمش القيل والقال، واحترام الإنسان عنده المكانة يجعل له المكان دياله يحترمه، وتذكرون ذلك، وربما الإنسان كبير يذكر ذلك، حتى في الدار كيقول له هاد الطبسي اديه للطلبة مثلا، ابداوا بالشلال بالناس وكذا وكذا، ولا لا، الناس يحترمون الناس الكبار، يتقدم الإنسان يدخلوه للدار باحترام ويخرجوه يقدموا له النعناع، يجمعوا له النعايل، يجمعوهم يوجهوهم منين يخرجوا، احترام وتقدير. فخلف من بعدهم خلف، هذا الزمان ديالنا، تدخل شي منازل
تقول له لو كان نخرج الآن يا ليتني ما جيتش لهاد الدار. واحد مقجع رجليه، واحد رافع رجله، واحد شي جلسة، واحد الهضرة كذا، وشي يعني شي حالات تراه في بعض المجالس تندم أنك جيت لذيك المجلس، ما كانش الاحترام. ولما تقدم الطعام كان الناس بكري تقدم الطعام، تفضل سيدي مرحبا بكم، ويضحك في الوجه ويبتسم في وجهك. الآن تمشي لبعض الديور أتقدم الغاشي، أزيد الغاشي الوغش، ديروا خمسة خمسة الغاشي. لا احترام لا تقدير لا تعظيم لا إكرام الضيف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. احترام الناس، تقدير الناس، التخلق بأخلاق الإسلام. لأن الإنسان لا ينال درجة عالية عند الله بالصلاة ولا بالصيام ولا، هذا راه فرض ويتقرب به الله عز وجل. وأحب شيء يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل يعني الفرائض. ولكن الأخلاق قد تبلغ درجات الصائم القائم. شكون اللي يكون قريب للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ أقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويحترم صغيرنا ويعرف قدر عالمنا. يعني الاحترام توقير. واحد كبير دخل مجلس من المجالس، فانت صغير دير له المكانه يجلس، دير له واحد البلاصه فين يجلس. كنت في الحافله ولا شي حاجه، جا شي واحد كبير قوم انت وجلسه. احترام ذاك الكبير، تقدير له. بحال باك داخل دير له الاحترام ديالو والمكانه ديالو اللائقه به. حنا هاد الشباب كاش الاحترام كاش التقدير، لانه تنشئوا وتربوا في البيوت بلا اداب اسلاميه، بلا تربيه اسلاميه. مشاو للمدرسه نفس الشيء، ما كاش التربيه. الناس كانت تقرا في الكتاتيب القرانيه وفي المساجد، اول شيء لما كان قراوا على الفقيه كيقول لنا اولادي شوف الاب كيوصينا لما تمشي عند الفقيه سيدك سلم له على اليد، قبل له اليد ولا لا؟ كنقبلوا للشيخ ديالنا اليد. هو يوصينا كيقول له شوفوا ما تمشيو للدار قبلوا اليد باكم وامكم. والانسان الكبير الا سلمتوا عليه قبلوا له اليد. هكذا كانت التربيه عندنا. الان يسلم على باه بحال يسلم على الصديق ديالو، ويسلم على امه يعطي لها اليد. علاش المدرسه ما بقاش تربي؟ لما كنشوفوا الان لما كنشوف الشيخ اللي قرينا عليه نهابوه نحترموه ونوقروه. الان الاستاذ مع التلميذ يتكيفوا جالسين في القهوه، في القهوه يكمي مع الدخان. ما كاينش التربيه، ما كاينش الاخلاق. لذلك الامم كتقدم بالاخلاق. انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. الجار كان يحترم الجار، الجار اذا غاب جاره كأنه هو يقوم بشؤون أهله وبيته مع الاحترام والتقدير، ويغض طرفه عن الجار ولا يسيء إليه. عمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليحسن إلى جاره. وما كانش العداوة. الآن الجار لا يسلم على الجار. واحد السيد انتقل من العيون لوجدة، إنسان كبير وأنا أعرفه، لما دخل ذاك الدار الجديدة دار صدقة ومشى عند واحد قريب منه، طرق عليه الباب كيعرض الجيران، من بين ماذا؟ لما خرج عنده سلم عليه قال له شنو باغي؟ قال له باش اتعشى عندي ان شاء الله، انا ساكن هنا جديد. قال له اش هاد البسالات فيكم؟ شكون اللي قال لك الواحد عندي وخلقب عليا؟ درت صدقه ولا دارها لروحك؟ علاش عرضي انا؟ قال له كانه صفعني صفعه ما عمره نساها. قلت له ولكن عنده الاجر عند الله سبحانه وتعالى. هو الجار يعني لا يعرف جاره، وقد يضحك ويستهزئ بجاره، وقد يشمته إذا كان فقيرا أو محتاجا لا يعينه. الجيران بكري كان جار أي حاجة محتاجها يسلفها عليه، ماشي يسلفها المرأة تدي على الجارة تدي على الجارة. ولذلك الله عز وجل اعتبر من المكذبين بالدين في سورة ماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون كل حاجة، الكاس من الماعون، الإبرة الماعون، قدر لا يمنع عن الجار. كان الإنسان كذلك قلة الكسوة، الجار ولا الجارة يقول الله يخليك أعطي لي ذاك السلهام ولا الجلابة نمشي نضيف به، ويعطيه له بواحد الفرح، بواحد الفرح كثر من المرق يتعاهد به جاره وجيرانه. الآن دير الماكلة ديها له تقول آه لا أتوقع له شي حاجة يقول له راك درت لي شي سم ولا شي حاجة ولا لا خاطيني. ما بقاش ذاك الإحسان والكرام والاحترام، فكل شيء تغير وتبدل في هذا الزمان. فلا بد نربي أولادنا على معالي الأمور وعلى الأخلاق وعلى الإحسان إلى الناس وعلى الاحترام. احنا لما كان خرجوا للزنقة درك الآن 12 الوحدة الزوج يعني الصراخ والعويل والزقا والسهر قدام الديور نتاع الناس، يجي السراج نتاع الناس ويسهر ويزعج الناس ما يخلوهمش من نعاس، وإلا تكلم معه يوقع ما يوقع. فوضى في حياتنا، فين غاديين بهذه الأخلاق؟ غاديين الهوية والعياذ بالله، غاديين الهوية، واحد الفوضى رحنا كنعيشوا بها. الفوضى اللي كيعيشها بنادم الآن أكثر من الحيوان. غادي تقول لي كيفاش أكثر من الحيوان؟ الحيوان مع الصبح كيفيق، دجاج بايم فيو كيفيقوا مع الصبح، طيور فيو كتفيق مع الصبح، تخرجوا من أوكارها وعشاشها ثم تبحثوا عن القوت، تبحثوا عن القوت فيو كترجع الأوكار ديالها والعشاش ديالها في العشية. تسهر الليالي ولا ما تسهرش؟ ما تسهرش الليالي، علاش؟ عندها واحد الوقت. بنادم لا، ما عندوش وقت أكثر من الحيوان. الحيوان عنده النظام، بنادم لا 12 الوحدة ينعس حتى الوحدة في النار وحتى الفجر سهران. يعني روح للغابة واش تسمع الحيوان يصرخ ويزقي؟ الهدوء. الحيوان
تنعس بواحد الراحه مع الحيوان. وبنادم حتى قال قائلهم عوى الذئب في النهار فاستأنست لعوائه وصاح الإنسان فكدت أطيره. الذئب لما كتسمع العوى ديالو كترتاح، ولكن بنادم من تسمع الصوت ديالو تكاد تطيره. لذلك الإنسان إنسان بالأخلاق. ولذلك الله عز وجل أكثر من آية يعني يأدبنا، والله عز وجل يقول لنا ما تشبهوش مثلا بالحمير، إن أنكر صوتي لصوت الحمير. لما تكلم تكلم بواحد الصوت يعني منخفض، يخفض صوتك لما تكلم مع الإنسان. حنا لما يتكلم يصرخ كأنه في الغابة، إن أنكر صوتي لصوت الحمير. الحمر هو اللي ما عندوش الفرانات، لما ينهق ينهق بواحد الصوت يزعج الناس. وكاين بعض البنادم اكثر من 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 نهيق تاع الحمار، فيصرخ يزعج الناس. كنلقاو في المدن وقدام المستشفيات ممنوع الصنت، يعني ممنوع تصوني في الليل. شنو غادي تستعمل؟ تستعمل الضوء. علاش؟ علاش كيمنعوا الصنت في الليل؟ عدم الازعاج الناس. كان عندنا غير في جراده لما كان المنجم تما والخدامه وكذا ويبكروا يخدموا، كان ممنوع تصوني بالطوموبيل. وكان تصوني في الليل يدير لك مخالفه، كان طبق تما مخالفه. علاش؟ لان كيقول لك كاين العمال راهم خدامين، 3000 عامل ولا راهم خدامين، وحنا من مكان البطاله والنعاس تصوني في الليل ولا صرخ في الليل. درت العاس زقي عندك الحريه المطلقه، الحريه المطلقه، دير لي باف البواق مكبرات الصوت فوق السطوح الى الفجر. هذا كل شيء الناس الا ما رحم ربي، الا ما رحم ربي. وكل شيء كنشتكيو من هذا الازعاج. ولكن منين دير العرس لولدك ولا لبنتك يصبح الانسان اكثر الناس فوضى واكثر الناس افسادا. واحد النهار واحد السيد كان يتكلم معايا في واحد المجلس، قال لي شوف الناس الصراخ ما يخليوناش نعسوا. قلت له الحاج انت فين كتكون؟ قال لي في اوروبا. شحال من عام انت تما؟ قال لي 30 عام. قلت له ما شاء الله تبارك الله عليك. قلت له درت شي عرس لولدك ولا بنتك هنا في المغرب؟ قال لي واه. قلت له قول لي الصراحه وشنو درت؟ قال لي درت للشيوخ حتى للجا. هو 30 عام وما 30 عام انت في اوروبا وعرفت بانه القوانين تما ممنوعه دير شي حاجه تزعج الناس، وعلاش ما تقتديش؟ علاش ما تقتديش؟ تكون قدوه. تقول لا علاش نزعج الناس؟ احنا لا الفوضى. الفوضى. نسال الله السلامه. الله يرد بنا رد جميع. الله يصلح حالنا واحوالنا وييسر امورنا. الحمد لله رب العالمين.